قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قالت يحذر ما صنعوا يحذر هذا القول قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يعني الذي صنعه اليهود والنصارى ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي هنا بفتح الخاء فتكون الخشية ممن من النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية أخرى ضبطت بضم الخاء خشية فتكون الخشية واقعة من الصحابة رضي الله عنهم وجاء عند البخاري أيضا رواية غير أني أخشى فتكون الخشية واقعة من عائشة رضي الله عنها ولا ثمة تعارض بين هذه الروايات لما لوقوع الخشية من الجميع وأما بالنسبة للخشية الخاصة بعائشة رضي الله عنها فإنها لا تخالف ما خشيه الصحابة كيف؟ فإنها ربما رضي الله عنها أبدت هذا القول للصحابة فوافقوها عليه فأصبحت الخشية من الجميع لكن الابتداء قد يكون من عائشة رضي الله عنها